عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا السيد مبارك زواهرة، رئيس مجلس قروي بيت تعمر. أهلا بك سيد مبارك. أهلا بك يا أخت رشا، حياك الله. أهلا بك. يعني بداية أطمئن ويعني من خلالك على يعني الأوضاع الآن في بيت تعمر جراء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة في ريف بيت لحم الشرقي ظهر اليوم أو حتى قبل ظهر اليوم بقليل، وتنفيذ عدد من الاعتقالات في صفوف المواطنين في بيت تعمر. والله حاليا الوضع اجمالا مستقر شوي، يعني الجيش طلعوا هم من داخل الاحياء في بيت تعمر بعد ما تم اعتقال 9 اشخاص اللي هم ذوي اهل الشهداء اللي استشهدوا في الحدث اللي صار اليوم. تمام. الاعتقالات تماما، انت تتحدث عن اعتقال تسعة أشخاص من أقارب الشابين نعم، محمد وكاظم. والد الشقيقين وخواتهم الثنتين وأخو إلهم كمان، وكمان بالنسبة للوحش انتقلوا 3 إخوة إلى والدة وأخته. تمام. في زعترة طبعا، مش في بيت تعمر؟ لا بيت تعمر، هم كلهم من بيت تعمر. نعم. طيب تمام، يعني أشكرك على التوضيح لأنه كانت يعني الأنباء تتحدث عن لا، أنه هي أساس بيت تعمر وزعترة متلصقات مع بعضهم البعض وما فيش فرق بينهم، ولكن تصنيف في الهيئة المحلية هم بيت تعمر الثلاث. أوكي. طيب هل تم إطلاق سراح أي أحد أو الإفراج وإخلاء سبيل أي أحد من المعتقلين حتى الآن؟ لحد الآن لا يوجد أي إفراج عن أي منهم. طيب تابعتوا أو سألتوا بدوركم سيد مبارك في المجلس عن يعني مجريات ما يحصل معهم، شو اللي حصل معهم، شو اللي صار معهم، لوين أخذوهم، هل عندك أي والله انت تفاصيل؟ بتعرفي هذول بالنسبه للاحتلال يعني ما فيش اي معلومه نهائيه من خلالهم، حتى لما داهموا منازل الشهداء ما ادلوش ولا في اي معلومه تخص الشهداء كانوا مصابين او شهداء او شبه ذلك، غير ما وردنا عن طريق او عن وزاره الصحه الفلسطينيه. نعم. طيب كيف يعني الصراحه يعني انا اقدر يعني ان تفقد بلده شابين شقيقين، يعني هاي اكيد بالتاكيد الان في هاي الاثناء البلد يعني بتعيش مشاعر مركبه من الحزن والصدمه في ذات الوقت، لانه احنا بنحكي عن شقيقين شهيدين وبيعزوا على البلد وبيعزوا على اهل البلد، كيف الحاله يعني بشكل عام والله في البلد؟ الحالة بدك بصراحة، الحالة لحد الآن ناس إجمالا بحالة صدمة، بدك بصراحة ذوي أهلي أهله وأقاربه وأهل البلد يعني لحد الآن مش مستوعبين الموضوع، بدك بصراحة يعني أنا أخفيك يعني الناس يعني حتى بالنسبة حتى لوالدة الشهداء الأشقاء يعني كأنها مصدومة ومش مستوعبة الخبر للأسف الشديد لحد الآن يعني. فالوضع سيء بدك بصراحة، وعاد عن هيك يعني مداهمة الاحتلال للمنازل والدور وتطبيش يعني عاثوا في منازل الشهداء يعني تخريب تكسير تدمير مصادرة بعض الحواسيب وبعض الأشياء يعني مش عارف الوضع يعني شوية سيء كثير يعني بدك الصراحة. هو في طبيعة الحال يعني بيت تعمر هي مغلقة كل مداخلها وعليها تضييق وحصار من 7 أكتوبر يعني من بعد 7 أكتوبر وكل المداخل هي مغلقة بالنسبة لبيت تعمر، حالها بحال كثير من نعم بالذات الوطن يعني الريف الشرقي لبيت لحم بشكل عام. وهلأ رح أحكي معك بالتأكيد يعني في هاي المسألة، مسألة أنه بيت تعمر بالأساس، وإحنا عملنا لقاءات سابقة أعتقد في سنوات سابقة، وكنا نتحدث عن يعني بيت تعمر وعن معاناة الريف الشرقي لبيت لحم بشكل عام بسبب إجراءات الاحتلال اللي من بعد 7 أكتوبر وحتى الآن هي في تصاعد وفي تزايد مستمر. ولكن أنا قبل ما نتحدث عن ذلك سيد مبارك، يعني بدي أستثمر فرصة وجودك معنا، يعني إن تكرمت أخبرنا بالمزيد عن الشابين محمد وكاظم، شو اللي بيعملوا بالحياة، شو بيشتغلوا، شو درسوا، والله هم يعني شباب يعني إنسانيا أقصد، يعني أتمنى أنك بتقدر تعرفنا عليهم أكثر من الناحية الإنسانية والشخصية. يعني كاظم زواره هو دارس الهندسة المدنية ويعني ما حلفش الحظ إنه يشتغل في تخصصه، فكان يشتغل في ورشات البناء بشكل عام عدا عن الزراعة في بتخص أراضي وما شابه ذلك، وكذلك أمر الأستاذ محمد يعني درس إدارة واقتصاد وما شابه ذلك، وأنت بتعرف في حال الوظيفة وحال الشغل في هذا المجال، فكان يشتغل في مجال البناء كمان في نفس الوقت، فهم شباب يعني إجمالا
شباب الله يرحمهم محترمين وعادي يعني أسرة بسيطة متواضعة فقيرة يعني بديش أقول فقيرة فقيرة يعني أسرة متواضعة يعني نعم نعم وبسيطة. وبالنسبة للدكتور أحمد يعني الأخراني يعني من أسرة بسيطة متواضعة الدكتور أحمد هو دارس تخصص في العظام وشيء هيك يعني فيعني شباب يعني يعني طبيعيين عاديين يعني وما توقعناش من يكون في يصير حدث معهم من هذا النوع ولكن يعني ممكن ظروف الحياة إجمالا الضغط الموجود يعني احنا فقط سيد مبارك بصدد يعني انه نتعرف عليهم بشكل شخصي وانساني اكثر وليس اكثر من ذلك. أسر بسيطة جدا نعم يعني كان ذلك واضحا من خلال منازل اسر الشهداء الشهيدين على الاقل الشقيقين اللي احنا قدرنا نشوف منزل العائلة منزل يعني بسيط هي العيال يعني البلد وأولاد أولاد البلد يا سيد كازم مبارك يعني المهندس كاظم قبل ما يعني ملوش 5 شهور متزوج يعني شهر 9 تزوج يعني تخيل الموضوع كيف شكله لكن الحمد لله رب العالمين على كل حال يعني زي ما حكيت لك يعني هم من أسر بسيطة متواضعة ويعني ناس يعني مسطورين الحال عادي يعني ما يشل نعم يعني. أولاد بلد وعائلات بالتأكيد يعني عائلات أصيلة من عائلات البلد كل الاحترام طبعا يعني هم من العشائر الأصيلة في نعم. في عرب التعامر اللي هي المحاربة الوحش والزواهر يعني هذا عشائر أصيلة موجودة عندنا في التعامر يعني نعم بالتأكيد ونحن نتحدث هنا عن شباب يعني متابعينا الكرام شباب متعلم خريج كليات هندسة وكليات طب وكليات اقتصاد يعني بالتأكيد احنا شبابنا ملاح ومثل الورد والله يرحمهم والمجد والخلود للشهداء الأكرم منا جميعا بالعودة الى معاناة بيت تعمر سيد مبارك مع انتهاكات الاحتلال المتصاعدة من 7 أكتوبر وحتى الآن ما الذي يمكن أن يقال سيد الفضل؟ في طبيعة الحال قبل 7 أكتوبر بكم من شهر يعني عمدوا قوات الاحتلال إلى هدم مدرسة التحدي 5 وهدم مدرسة التحدي 5 هذه يعني آلت بالكارثة علينا كبلد بالنسبة للطلاب وبالنسبة لأهل الطلاب وبالنسبة للطلاب يروحوا حاليا الطلاب هذول بدرسوا منزل لأحد المواطنين الخاص يعني هي الموضوع كيف شكله يعني وين احنا في مرحلة التعليم في منطقة بيت تعمر عدا عن هيك يعني عندي كمان في تضييق علينا وعلى المزارعين ما قبل 7 أكتوبر في موضوع أن الناس تصل أراضيهم فاليوم من 7 أكتوبر جاي بطلوا الناس من مرة بسبب إرهاب المستوطنين وتعرضهم للمزارعين وبطشهم بالمزارعين بطلوا يصلوا أراضيهم عدا عن هيك عندي كمان الأيدي العاملة بقت تروح تشتغل في إسرائيل كمان انقطعت يعني وضع اقتصادي صار دمار صفر عندك برضك الموظفين إجمالا وهذه المعتمدات الرئيسية للدخل الموجود لأغلب أسر بيت تعمر اللي هو الموظف واللي هو العامل في إسرائيل واللي هو المزارع وهذه انعدمت وانقطعت عليها انقطاع تام عدا عن هيك عندك الشارع الالتفافي اللي بربط القدس مع الاستيطان الموجود في الريف الشرقي هذا الشارع كل مداخل البلد قسم بيت تعمر إلى قسمين فهذا كل السواتر أو كل الدخلات بتؤدي إلى 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 طريق باتجاه الخليل أو باتجاه الشمال أو باتجاه بيت لحم هذا كله تم إغلاقه إلا منفذ واحد بسيط جدا وهم حطوا عليه كمان كاميرات مراقبة عدا عن المحسوم بالمجمل العام بيكون موجود يعني فهو المدخل اللي بينفذ للقسم الشرقي من بيت تعمر ولبلدية زعترة فهذا يعني في تضييق حصار بشكل كبير جدا على المنطقة والمنطقة الشرقية اللي هي الأراضي الشرقية اللي هي الأراضي الواسعة اللي هي ممكن يستفيد منها المزارعين ويستثمروها ويقتاتوا منها واللي كانوا أجدادهم وأباهم يقتادوا منها اليوم صفت محرمة عليهم سبب بطش الاستيطان والاحتلال في هذه المناطق سيد مبارك ممنوع تماما على المزارعين الوصول إلى هذه الأراضي في المنطقة الشرقية تماما يعني بشكل كامل أم أن هنالك منافذ وبوابات بشكل كامل ومطلق حتى في زراعة يعني مزروع لهم كان زيتون وما شابه ذلك اليوم الاستيطان هناك يتعمد على أن يجيب قطعان الأغنام ويرعى في الزيتون تاع المواطنين مما أساس يترك الأرض تكون جرداء أو قحلة وعلى أساس أنه يفرض عليها سياسة أمر الأرض المتروكة من خلال والأرض المتروكة بتتعرف بعد 14 سنة حسب القانون بعض القوانين بيتعاملوا فيها هم وبيتخذوها لمصلحتهم حتى يحطوا يدهم عليها ويعتبروها أراضي مصادر وهذا كله بالمجمل العام في سياق ومخططات واسعة وعلى مستوى كبير جدا اللي تربط عصيون بالاستيطان الموجود في الريف الشرقي في منطقة البحر الميت ولهي المناطق حتى إن
تصير هاي المناطق كلها في ضمن كونتينات بسيطة جدا ضيقة جدا جدا. وفعليا هو من ناحية سياسية وعملية اليوم هذا الحكي حاصل، بس يظل عليهم يطبقوا سياساتهم في هذا الموضوع من ناحية فعلية. معلش سيد مبارك، عذرا على المقاطعة، بس أرجو توضيح هاي النقطة، كيف يعني أنه المسألة مهيئة الآن، أو كما تتفضل بأنه الوضع مهيئ الآن يعني تضييق المساحات في المنطقة الشرقية؟ إذا ممكن يعني تفصل لنا إياها. هم في طبيعة الحال اليوم عملوا على ردعوا الناس من ناحية نفسية في الإرهاب تبعهم، إنهم المواطنين ما صاروش أراضيهم. أوكي. هذا العامل نجحوا فيه بشكل كبير جدا، لأن فعليا المزارع مش راح يغامر في حياته حتى إن يصل الأرض أو شبه ذلك. صفة الأرض متروكة حاليا، فهم حاليا كل فترة أخرى بينزلوا مخططات توسيعية للاستيطان هذا وضمن شوارع مركزية وأساسية حتى يكتظموا أكبر مناطق واسعة في اللي هم بيعتبروها بصحراء يهودا. صحراء يهودا، عندهم يهودا والسامرة بيعتبروها صحراء يهودا، فهم بيحاولوا إنهم يحطوا يدهم عليها بشكل فعلي من خلال مخططات الاستيطان. يعني قبل حوالي تقريبا شهرين نزلوا يعني في ظل الحرب هاي على مصادرة أملاك خاصة لتوسع الشارع ووضع نقاط عسكرية وما شبه ذلك من ضمن السياسة اللي بينتهجوها بيشتغلوا عليها. نعم. ولم تتبدل بالخلال الأشهر هاي، خلال الأشهر الحرب لم تتغير الصورة، لم تتبدل، يعني ظلت الأوضاع كما هي عليه، لم تتراجع سلطات الاحتلال، زادت باستمرار، لا عززوا أفعالهم، عززوا مخططاتهم، عززوا تنفيذ مخططاتهم، وبلشوا ينفذوا في شوارع وفي طرق في الموقع في المنطقة، بالذات في منطقة محيط جبل فرديز، غير عن الأراضي اللي صادروها ما قبل ذلك، غير عن الأشياء اللي وضعوها تحت حجة الأثار، يعني أغلقوا شوارع أو طرق قديمة على زمن العهد العثماني والبريطاني. يعني شوارع يعني أساسية، وهي تعتبر شوارع حيوية كانت للبلد وللمنطقة وللمزارعين، اليوم هي صفت مغلقة من خلال بحجة منطقة الآثار وبحجة الاستيطان وبحجة أن الشارع الالتفافي ممنوع أن اللي يكون في اندماج عليه من شارع فرعي، مع أن الشارع الأساسي والأصلي هو الشارع اللي كان على زمان الحكم العثماني والانتداب البريطاني قبل ما يكون الشارع الالتفافي هذا. نعم، لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك، يعني إلى هنا أود أن أشكرك سيد مبارك زواهري. أستاذ رشا، وجهودك مشكورة، وأنا كل يعني بتمنى أنه تكونوا دائما بخير، تظلوا دائما بخير في وجه يعني هاي الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة والمتزايدة من بعد 7 أكتوبر. شكرا جزيلا لك أستاذ مبارك زواهري، رئيس قروي، رئيس مجلس قروي بيت تعمر في شرق بيت لحم. شكرا جزيلا، تحياتنا لك.